نحن الآن في الوحدة الثانية الخاصة بالوراثة عند الإنسان، وبالضبط في الفصل الثالث الخاص بدراسة بعض الأمراض الوراثية وبعض الشذوذات الصبغية عند الإنسان. بالإضافة إلى انتقال الصفات الوراثية النوعية والفردية عند الإنسان، تنتقل أيضا الأمراض الوراثية عبر الأجيال عن طريق التوالد الجنسي. وهنا نتساءل، ما هي الوسائل المستعملة في دراسة وانتقال الأمراض الوراثية عند الإنسان؟ وكيف نفسر انتقال بعض الأمراض الوراثية عبر الأجيال؟ وما سبب التغير الفجائي لبعض الصفات؟ دراسة الوراثة عند الإنسان تعتريها بعض الصعوبات، نذكر من بينها أن الإنسان ليس بمادة تجريبية، ولا يمكن إخضاعه إلى تزاوجات موجهة لاعتبارات أخلاقية. ثم طول عمر كل جيل، بحيث لا يمكن لأي اختصاصي في علم الوراثة أن يتتبع ويلاحظ نفس الصفة. ثم خصوبة الإنسان ضعيفة وعدد الأفراد قليل، مما يحول دون إعطاء نتائج كثيرة ودراستها ومقارنتها بنتائج نظرية. ثم عدد الصبغيات كبير، مما يعطي أمشاج كبيرة وتوليفات عديدة أثناء الإخصاب. من أجل تجاوز هذه الصعوبات، لجأ العلماء والمختصين إلى ما يسمى بشجرات النسب. شجرات النسب والتي تشاهدونها أمامكم هي عبارة عن خطاطة لتتبع الأمراض الوراثية عبر الأجيال. تتكون هذه الخطاطة أو شجرة النسب من عدة رموز متفق عليها. مثلا الرمز مربع يرمز إلى الرجل أو الذكر، والرمز دائرة يرمز إلى المرأة أو الأنثى. إذا كان المربع أو الدائرة فارغان فالأفراد سليمون، وإذا كان المربع أو الدائرة بلون داكن فالأفراد مصابون بالمرض المدروس. والخط بين المربع والدائرة يعني زواج، خطين يعني زواج الأقارب، وثم هذا الرمز يعني توأم حقيقي وهذا الرمز يعني توأم غير حقيقي. الدائرة وبوسطها نقطة صغيرة تعني فرد ناقل للمرض، ثم المعين يعني حميل غير معروف جنسه. الأرقام الكبيرة الرومانية هنا وهنا وهنا تعني ترمز إلى أرقام الأجيال، وبينما الأرقام الصغيرة فهي ترمز إلى أرقام الأفراد داخل كل جيل. بالإضافة إلى الخريطة، بالإضافة إلى شجرة النسب، يلتجئ المختصون أيضا لدراسة وتتبع انتقال الصفات الوراثية إلى دراسة ما يسمى بالخريطة الصبغية، والتي سبق لكم أن رأيتموها في الدروس السابقة ولا بأس أن نذكر بها. فالخريطة الصبغية هي تمثيل لمختلف الصبغيات، وهذه الصبغيات نأخذها في المرحلة الاستوائية وللانقسام الاختزالي، ثم نصورها ونلونها ونرتبها حسب القد والشكل، وبالتالي نحصل على هذه الخريطة. كما تلاحظون فالصبغيات عند الإنسان يتوفر في خلاياه على 46 صبغي أو 23 زوج من الصبغي. 22 زوج من الصبغيات نسميها بصبغيات جنسية، بصبغيات لا جنسية، وزوج من الصبغيات الجنسية. XX صبغيات جنسية ترمز إلى الأنثى أو بالنسبة للأنثى، و XY بالنسبة للرجل. إذن مجموع الصبغيات عند الرجل 46 والمرأة كذلك، وعدد الصبغيات الجنسية
اللاجنسية عفوا هو 44، وعدد الصبغيات الجنسية هو 2. ثم الصيغة الصبغية تكتب على شكل جوج ان يساوي 22 AA يعني صبغيات اللاجنسية زائد اكس إغريك بالنسبة للرجل، وجوج ان يساوي 22 AA زائد اكس اكس بالنسبة للمرأة. إذن كيف يمكن استغلال شجرات النسب والخرائط الصبغية في دراسة وانتقال تتبع الصفات الوراثية؟ إذن لاحظوا معي شجرة النسب الممثلة هنا. نلاحظ إذن سوف نقوم بتحليل هذه الشجرة، نلاحظ بأن هناك أبناء مصابون ينحدرون من آباء سليمون، من آباء سليمين، وهذا يدل على أن هؤلاء الآباء يحملون المرض لكنه مخفي وظهر عند الأبناء هنا مثلا وظهر هنا. إذن فالمرض متنحي. ظهور المرض عند الذكور والإناث يدل على أن المرض غير محمول على الصبغي الجنسي إغريك. ثم وجود بنت مصابة تنحدر من أب سليم، وعلما أن الحليل متنحي، وجود بنت مصابة تنحدر من أب سليم، بنت مصابة هنا تنحدر من أب سليم، وعلما أن المرض متنحي، يدل هذا على أن الحليل المسؤول عن المرض غير محمول على الصبغي الجنسي إكس، وبالتالي فهذا المرض غير مرتبط بالجنس. إذن هذا المرض الذي تمثله هذه الشجرة يسمى بمرض ميكوفيسيدوز، وهو مرض وراثي يتميز باضطرابات هضمية وتنفسية تسببها إفرازات لزجة للغدة المخاطية، الشيء الذي يؤدي إلى انسداد في القنوات الناقلة للعصارة البنكرياسية، وبالتالي اضطرابات في الوظيفة الهضمية للبنكرياس، كما يؤدي إلى انسداد التشعبات الرئوية فيسبب ذلك عسر تنفسي والإصابة بالتعفنات. إذن هذه الحالة كانت لمرض وراثي غير مرتبط بالجنس. الآن نمر إلى حالة أخرى. لاحظوا معي أعزائي التلاميذ هذه الشجرة، هي مختلفة عن الشجرة السابقة. نلاحظ هنا دائما نلاحظ أبناء ينحدرون من آباء سليمين، أبناء مصابين ينحدرون من آباء سليمين، وهذا يدل على أن المرض متنحي. ثم نلاحظ كذلك ظهور المرض عند الذكور وعند الإناث، وهذا يدل على أن المرض غير مرتبط بالصبغي الجنسي إغريك. لاحظ الأم في الجيل الثالث رقم 2، الأم في الجيل الثالث رقم 2، فهي أنجبت جميع الذكور 2 و3 من الجيل الرابع مصابون والإناث سليمات. إذن هذا يدل على أن المورث المسؤول عن المرض محمولة على الصبغي الجنسي X. إذن هذا المرض الذي تمثله هذه الشجرة يسمى بمرض الدلتونية أو لودالتونيزم، وهو مرض وراثي حيث يكون الشخص المصاب به غير قادر على التمييز بين الألوان وخصوصا اللونين الأخضر والأحمر. ننتقل إلى شجرة أخرى سوف نقوم بتحليلها. إذن هذه الشجرة نلاحظ أنها مختلفة عن الشجرات الأخرى. هذه الشجرة نلاحظ أن المرض يظهر في كل الأجيال، المرض يظهر في كل الأجيال، والأبناء المصابون ينحدرون من آباء مصابين كذلك. إذن نقول بأن المرض سائد. نلاحظ أن الإناث المصابات في الجيل الثاني والرابع ينحدرن من آباء من أب مصاب،
الجيل الثاني والرابع ينحدرن من أب مصاب، وهذا يدل على أن الحليل المسؤول عن المرض محمول عن المرض محمول على الصبغ الجنسي X. إذن المرض الممثل هنا يسمى بمرض الكساح المقاوم للفيتامين D، وهو مرض وراثي يؤدي إلى تشوه عظام الأطراف السفلية نتيجة تكلس رديء للعظام، وهذا المرض لا يمكن علاجه بواسطة الحقن العادية من فيتامين D، فهو مرض مقاوم للفيتامين. إذن الصبغيات في بعض الأحيان عددها وبنيتها قد يصيبها بعض الاضطرابات أو النقص، بالنسبة للعدد يصيبها نقص أو زيادة، وبالنسبة للبنية قد تصيبها بعض الاختلالات، نقص في الأطراف أو زيادة في الأطراف. إذن الشذوذ الصبغي وهذه النقص أو الزيادة، هذه الحالات تسمى بالشذوذ الصبغي. الشذوذ الصبغي هو تغير عدد الصبغيات أو بنية الصبغيات عند شخص ما. ترتبط بعض الأمراض التي تؤثر على النمو الجسمي والعقل عند الإنسان بحالات من الشذوذ الصبغي. أولاً، شذوذات صبغية مرتبطة بتغير في عدد الصبغيات. في بعض الأحيان وخلال الانقسامات الخلوية لتشكل الأمساج لا تتوزع الصبغيات المتماثلة بشكل متساو في الخليتين البنتين، فينتج عن ذلك نقصان أو زيادة في عدد صبغيات الإنسان، وقد يهم هذا التغيير الصبغيات الجنسية وكذلك الصبغيات اللاجنسية. إذن لنقوم بملاحظة هاتين الخريطتين الصبغيتين. لاحظ معي عزيزي التلميذ وقارن هاتين الخريطتين الصبغيتين. إذن بعد المقارنة يتبين بأن أغلب الصبغيات عادية باستثناء الصبغي رقم الصبغي اللاجنسي رقم 21. هناك فرق بين الصبغي رقم 21 عند هذا الشخص وبين الصبغي رقم 21 عند هذا الشخص العادي. إذن بطبيعة الحال الخريطتين الصبغيتان تخصان الرجل. إذن هنا نلاحظ ثلاثة أزواج من الصبغيات، نلاحظ ثلاثة صبغيات 21، ثلاثة صبغيات 21، بينما هنا نلاحظ صبغيين فقط. إذن بما أن هذا الشخص يحمل في خلاياه ثلاثة صبغيات رقم 21 فنسميه مريض بثلاثي الصبغي، أو نسميه كذلك مريض بالمنغولية، أو نسميه كذلك مريض بمرض داون. ومن بين أعراض هذا المرض كما تلاحظون في الصورة هناك تقاسيم وجه مميزة، قامة قصيرة وتأخر عقلي، أصابع يديه قصيرة، تشوه بعض الأعضاء كالقلب والأوعية الدموية والأمعاء. إذن هذا المرض يسمى بمرض داون أو مرض المنغولية أو مرض ثلاثي الصبغي 21. إذن ما سبب هذا المرض؟ ما هو التفسير الصبغي لهذا المرض؟ لنلاحظ هذه الوثيقة. إذن السبب يعود إلى الانقسام الاختزالي. خلال الانقسام الاختزالي لاحظ هذا الانقسام الاختزالي في هذه الحالة، ولنقارنه بالانقسام الاختزالي العادي والانقسام الاختزالي غير العادي في هذه الحالة. إذن الانقسام الاختزالي كما تعلمون أعزائي التلاميذ يتكون من انقسامين، انقسام منصف يليه انقسام تعادلي، انقسام منصف ثم انقسام تعادلي. لاحظوا هنا
خلال الانقسام المنصف وقع توزيع غير متساو للصبغيات، بحيث لم تنقسم الصبغيات، وهذه الخلية أخذت صبغيين وهذه الخلية بقيت فارغة من حيث هذا الصبغي. إذن الخلية التي أخذت صبغيين سوف تواصل انقسامها انقسام تعادلي، ونحصل على مشيج غير عادي يحتوي على صبغيين رقم 21 بدل صبغي واحد. وبالتالي إذا تم الإخصاب مع شخص عادي نحصل على خلية بها ثلاثي الصبغي 21، وبالتالي الفرد سوف يعاني من مرض ثلاثي الصبغي 21. في هذه الحالة إذن هنا كان الخلل في توزيع غير متساوي في المرحلة في الانقسام المنصف، بينما يمكن أن يحدث هذا الخلل أو هذا التوزيع غير متساوي أثناء الانقسام التعادلي. هنا انقسام تعادلي غير عادي، لاحظ انقسام منصف عادي، بينما انقسام تعادلي غير عادي في هذه الحالة. هنا مشيج فارق بدون صبغي 21، وهنا مشيج بصبغيين رقم 21. إذن أثناء التقائه بالصبغي العادي سوف نحصل على بيضة بثلاثي الصبغي 21، ومن ثم فرد يحمل مرض ثلاثي الصبغي 21. الآن لنحلل هاتين الخريطتين الصبغيتين. لاحظ معي عزيزي التلميذ، في هذه الخريطة الصبغية كل الصبغيات من 1 إلى 22 فهي عادية، بينما الصبغي الجنسي لاحظ أنه منقوص. الصبغي الجنسي لدينا هنا صبغي جنسي X واحد فقط. إذن هذا الشخص خريطته صيغته، الشخص الحامل لهذه الخريطة الصبغية صيغته الصبغية هي جوج ان يساوي 44 أ زائد إكس يساوي 45. الشخص الحامل للخلايا ذات الصيغة الصبغية الممثلة هنا يسمى شخص مصاب بشذوذ تيرنر، ويتميز بقصر القامة وعدم نمو الصفات الجنسية الثانوية والعقم. ثم الوثيقة 2، لاحظ الوثيقة 2 أين يوجد الخلل. إذا لاحظنا الوثيقة 2 سيتبين لنا أن الصبغيات عادية من 1 إلى 22، بينما الصبغي الجنسي هناك زيادة. هنا الصبغي الجنسي لدينا X X Y بدل X Y أو X X لدينا X X Y. هذا الشخص صيغته الصبغية ستكون جوج N زائد 1 يساوي 44 A زائد X X Y يساوي 47. إذن هذا المرض يسمى بشذوذ كلينفلتر، والمصاب به يتميز باجتماع للصفات الذكرية والأنثوية وكذلك بالعقم. التفسير، نمر الآن إلى التفسير الصبغي لهذا المرض. إذن دائما التفسير الصبغي للمرض سببه هو حدوث انقسام اختزالي غير عادي. لاحظ أثناء الاختزال الصبغي ماذا حدث هنا؟ حدث هنا توزيع، هذا انقسام صبغي عادي وهنا انقسام صبغي غير عادي، توزيع غير متساوي للصبغيات أثناء المرحلة الثانية من الانقسام الاختزالي، أي أثناء الانقسام التعادلي. هنا حصلنا على صبغيين وهنا مشيج فارغ بدون صبغي. إذن بعد الإخصاب نحصل على خلية ذات صبغي جنسي ثلاثة صبغيات جنس، تحتوي على ثلاثة صبغيات جنسية وهي X X و X، وهذا يسمى بثلاثي الصبغي X. أو إذا اجتمع هذا المشيج الشاذ الفارغ بالمشيج العادي
نحصل على بيضة تتوفر على صبغ إكس واحد، وهذا المرض هو مرض تيرنر. بينما إذا اجتمع هذا الصبغ الذي يتوفر على هذا المشيج الذي يتوفر على صبغيين إكس مع يجتمع مع المشيج العادي، فنحصل على بيضة تحتوي على إكس إكس إغريك، وبالتالي الفرد سوف يكون مصاب بمرض كلينفلتر. إذن بعد دراسة الصبغيات، بعد دراسة الشذوذات المرتبطة بالعدد، نمر الآن إلى دراسة هذه الخريطة الصبغية. إذن لاحظ معي بأن كل الصبغيات عادية باستثناء الصبغي رقم 5 فهو غير عادي. هذا الصبغي غير عادي. لماذا غير عادي؟ لأنه منقوص من هذا الطرف. هذا الصبغي غير عادي لأنه منقوص، إذن فقد هذا الصبغي فقد ذراعه القصير. إذن هذا النقصان في الذراع القصير للصبغي رقم 5 يسبب مرض يسمى بمرض صياح القطة أو مرض مواء القط. يعاني المصاب به من تخلف عقلي حاد وعدة تشوهات جسمية، من أهمها تلك التي تمس الحنجرة، مما يؤدي إلى إصدار صوت يشبه مواء القط. إذن قلنا في التساؤلات في بداية الحلقة بأنه ما هو سبب التغير الفجائي في بعض الصفات. إذن هذا التغير الفجائي في الصفات الوراثية سيؤدي لا محالة إلى تغير في وظيفة المورثة، وبالتالي في وظيفة في الصفة. إذن هذا التغير المفاجئ الفجائي يسمى بالطفرة. الطفرة إذن هي تغير وراثي تلقائي يصيب المادة الوراثية أو الـ ADN. الشيء الذي يؤدي إلى تغير في وظيفة المورثة وبالتالي تغير في الصفة. إذن ما هي عوامل هذه الطفرة؟ هنالك عوامل طبيعية وعوامل ناتجة عن تدخل الإنسان. بالنسبة للعوامل الطبيعية نجد مثلا الأشعة فوق البنفسجية لأشعة الشمس. الأشعة فوق البنفسجية للشمس تحدث تأثير أشعة الشمس. تحت تأثير أشعة الشمس يخضع الصبغي رقم 9 لبعض الخلايا المنتجة للميلانين لطفرة، مما يؤدي إلى تحول الشامة إلى ميلانوم، ورم يسمى ميلانوم، ثم إلى سرطان غدي، وهذه الطفرة لا تنتقل عبر الأجيال. بالنسبة للعوامل الناتجة عن تدخل الإنسان، مثلا تأثير الإشعاعات النووية. بعد إلقاء القنبلة النووية على هيروشيما خلف هذا نوعين من التأثيرات المتأخرة، منها ظهور سرطانات وانخفاض محيط الجمجمة مع تأخر عقلي عند المواليد الذين كانوا مضغة أثناء تعرض أمهاتهم إلى هذا التلوث. ثم تأثير التبغ على الخلايا الرئوية، يمكن لبعض الخلايا أن تتحول إلى خلايا سرطانية، لكن وجود مورثة تسمى P53 مسؤولة عن إنتاج بروتين يوجد في النواة يمنع هذا التحول أو يؤدي إلى موتها. وتؤدي طفرة هذه المورثة تحت تأثير التبغ إلى توقف وظيفة هذا البروتين، وبالتالي توقف كبح السرطان. كمثال لطفرة بشرية نأخذ هذه الوثيقة. هذه الوثيقة تمثل الكريات الحمراء. كما نعلم الكريات الحمراء هي التي تثبت الأكسجين، وشكل الكريات الحمراء هو الشكل العادي للكريات الحمراء هو كروي ومنبسط من الوجهين مثل ما تلاحظون هنا. بينما نجد عند بعض الأشخاص الكريات الحمراء شكلها هلالي أو منجلي. هذا الشكل الهلالي أو المنجلي لا يمكنها من الانسياب في العروق الدموية، وبالتالي تسبب
اختناق وإحساس بالتعب عند الأشخاص المصابين بهذه الطفرة التي تسمى بفقر الدم المنجلي. إذن فقر الدم المنجلي هو نقص حاد في الكريات الحمراء في الدم وتظهر على شكل هلالي أو منجلي، مما يؤدي إلى اضطراب في الدورة الدموية والإحساس بالتعب وفي بعض الأحيان إلى الموت. والسبب في ذلك هو وجود بروتين غير عادي الذي لا يختلف إلا بشكل طفيف عن البروتين العادي، وهذا الاختلاف بدوره ناتج عن اختلاف طفيف أيضا بين المورثة العادية والمورثة الطافرة. وبهذا أعزائي التلاميذ نكون قد أنهينا حصة اليوم، وندعوكم للتعمق أكثر، ندعوكم إلى مراجعة الكتاب المدرسي المقرر، وحظ موفق للجميع وإلى اللقاء.